المفلوج ده كان واحد مريض مش قادر يمشي، فسمع ان المسيح موجود في مكانه وعمال يوعظ، فللاسف ان هو مش قادر يروح. ففي مجموعه من اصحابه خدوه، بس مش خدوه يعني مشوا بيه، هو مش قادر يمشي، فشلوه على سريره. فراحوا عاوزين يدخلوا المكان اللي فيه السيد المسيح ده، مش عارفين يدخلوه. فكروا فكره، قال احنا نعمل ايه عشان ندخل؟ استحاله ندخل. فجي فوق البيت زي كده، فتحه زي كده حفروها ونزلوا السرير في حبال، وفي الاخر المسيح لما وصل لقى البيت بيتفتح كده، فلقى واحد نازل من تحت السرير ورابطينه بحبال ونازل. قصة طبعا كلنا عارفينها. انا لما بفكر في القصه دي، جف على طول في بالي الخدمة ومخدومين وخدام. أنا ممكن كخادم لما بخدم واحد من أولادي ما بيجيش الكنيسة، بالذات الخدام يعني، لما يجي أفتقده مش تيجي لحب الكنيسة، معلش أنا عندي ظروف، خلاص براحتك. هما ما عملوش كده، هما فضلوا، خلي بالكم هما اتكلفوا، لسه في حته هاجي فيها في النص كده، هما في تكلفه خدوها وكان ممكن يتجازوا. متخيل يعني؟ انت انا جاي بيتك افتح لك فتحه من فوق، متخيل الموقف؟ هما ما بصوش الحته دي، بصوا لصاحبهم التعبان دوت هيعملوا ايه عشان يخلوه يقابلوا السيد المسيح. كان هدفهم، كان هدفهم واجمل ما في خدمه ان انا اخلي ابني، خليه قدام المسيح، يبقى فيرست وان هو اللي قدامي. جه بعد كده لما فكروا ان هما يحفروا الفتحه دي في الباب نزلوه، فما بصوا المسيح بص لهم كده قال ايه ده؟ يعني من المنطق، من المنطق ان اي حد لما يدخل، انا لما احب ادخل لكم، دخلت من الكنيسه من فين؟ دخلت من الباب، ما دخلتش من فوق، صح؟ هما اصحاب المريض دول بصوا ان احنا عاوزين المريض دوه يمشي. كان عندهم ايمان واثقين ان السيد المسيح هو اللي خليهم، هو اللي خليه يقوم ويشفي. اجمل ما في الموضوع ان انا لما بحب اخدم خدمتي، سواء على مستوى الكنيسه كلها، ان انا ابحث على ابني دوه اللي هو مش تيجي، ما اقولش انا مالي، في خادم مسؤول عنه خلاص ماليش دعوه بيه. افضل ادور في، طالما هو لو قال انا ماليش دعوه بيه خلاص، لا انت هتحاسب عنه. انت لو عملت زي دول اللي هم، اللي هم اصحاب المريض دول، فضلوا ما بصوش على التكلفه، ما بصوش على ان هو ممكن يتجازى قانونيا، بص على حاجه واحده بس، ان هو صاحبهم ده ويمشي. ساعات كتير ان انا ببقى انسان اناني، افكر في نفسي بس، واد مش يجي الخدمة خلاص، أنا قلت له مرة اثنين ثلاثة يجي براحته، ما يجيش خلاص، لا دي مش خدمة. أصحاب الراجل المفلوج دوه فضلوا يكسروا لغاية ما نزلوه من السقف. أجمل ما في الخدمة إن هي بتقربنا كلنا للمسيح، وخدمتهم دي كانت خدمة غير معتادة. يعني خدمة المفروض إن أنا مثلا أروح لواحد أفتقده، تعالى يا حبيبي، تعالى يا حبيبي، مش عايز يجي خلاص. هم فضلوا انا لو صاحب البيت دوت، هم طبعا المفروض البيت اللي بوظوه دوت مين هيصلحه؟ هم ما بصوش على التكلفه، ما بصوش على ان ممكن يتجازوا، بصوا حاجه واحده بس، ان انا اخلص النفس دي. الراجل المفلوج ده كان نفسه يمشي. هو المفلوج هنا بيقول الخطيه، هل انا ابني هو مكتوب في ابني في خدمه، هل انا هدفي ان هو هدف دوت يخلص؟ فالمسيح لما شاف الوضع دوه، ولما شاف القصه دي ماشيه ازاي، الراجل دوه اللي خف دوه خف على ايمان الناس اصحابه. هو الراجل كان عنده ايمان واصحابهم كان عنده ايمان، بس الاثنين كملوا بعض. فكان ايمان الشباب ده هو اللي خلى الراجل دوه يخف، والمسيح قال له يا ابني مغفوره للخطايا. يا سلام لما واحد بيشعر كده ان انا ابن ربنا، بحس ان ليا تقل. الواحد فينا لما ابوه ومامته لما يخبطه على كتفه كده يقول ده انت ابني، ده انت حبيبي،
قد ما تعرفوش قد ايه انت بتدي دفعه لابنك ان هو يقدر وشجاعه يقدر يعمل اي حاجه. الخدمه مش انا الاوعظ، ولا الخدمه ان انا اعمل حاجه حلوه وكله يسقف لي. بيسموا الخدمه مسح رجلين او غسيل رجلين. اصحاب الرجل المفلوج دول ما بيعرفوش يخدموا. اصحاب الرجل المفلوج دول ما بيعرفوش يخدموا. خدمتهم كانت بسيطه بس كانت قويه جدا، وبناء على الخدمه دي الرجل ده نال الشفاء. لا ليهم في الوعظ ولا ليهم في اي حاجه، حفروا حفره ونزلوا الرجل ده بس عشان ينزل قدام السيد المسيح. انا ممكن ان انا ما اعرفش اخدم، بس ممكن كلمه حلوه عريقه قدس الباب شنوده قال ممكن واحد ما يعرفش يخدم، بس الضحكه الابتسامه دي خدمه. ان انا اطبطب على واحد خدمه، ان انا اشجع واحد دي خدمه. مش لازم كنت تكون خادم ولا شماس ولا اي حاجه، بس انت ممكن بابتسامه حلوه كده بسيطه تشجع واحد، تنقذ واحد من الهلاك زي ما كان المفروض ده وكان في حاله هلاك. افتكر كمان من ضمن القصص اللي هي كان واحد بيفكر فيها، فكر في اولاده بدون اي تكليف، اللي هو ابونا بشوي الكامل. ابونا بشوي الكامل كان في بنت في مره كانت هتسيب ربنا وتبعد عنه، وعرف ان في مجموعه شباب ان هي هيمشوا معاه وخلاص يبعدوها عن المسيح. فجأة هو راح يفتقدها، سال على بيتها راح يفتقدها، ما بصش ان هو اب كاهن ولا وضع ولا بوزيشن ولا بتاع ولا اي حاجه. فركبت العربيه معاهم وجري. هو طبعا مش عارف، ما فكرش. ساعات الواحد لما بتحصل حاجه كلمه ممكن ما بيفكرش هو بيعمل ايه. جري اتشعب في العربيه من ورا عايز يخلص النفس دي زي ما اصحاب المفلوج خلصوه. مسك في العربيه، وطبعا صاحب العربيه طبعا مال يحود يمين وشمال عشان يوقعه، بس طبعا ابونا ماسك في العربيه جامد، فبدا ابونا ينزف. فهم اصحاب طبعا الشباب اللي كانوا خاطفين البنت دي رموها، فهو اول ما يخرمها هو رمى نفسه برضه. فالبنت قالت له كلمه، قالت له يا ابونا انا لما كنت بشوفك يا ابونا وانت بتنزف كنت بشوف دم المسيح. خلاص النفس دوا مش حاجة سهلة. انت مش بتخدم خلاص، لكن انت ليك دور. ربنا خلقك وخلقني كلنا لينا رسالة مع بعض، رسالتنا ان احنا كلنا نخلص. ما بتخدمش لا ليك في الوعظ ولا ليك في الالحان ولا ليك في حاجة. والخدمة مش وعظ، الخدمة الحقيقية ان انا اشوف على مين هو تعبان واريحه، اشوف على مين هو. ساعات كتير واحد محتاج نفسه يسمع كلمة حلوة بس هو مش قادر يتكلم، بس أنا حاسس بيك. طبعا لا ليها وعظ، لا ليها دعوة بالوعظ ولا ليها دعوة بالخدمة. لما أول ما خبط على كتفه كده في حاجة، يعني في علم النفس يقول إن الواحد لما يطبطب على واحد في شعور بيتنقل له إن هو بياخد ثقة في النفس، بيشعر إن هو خد ثقة لها ثقة. افتكر زي بره كان سيدنا الانبا كيرولوس مطران ميلانو المتنيح الله ينعت نفسه، عارفين كان خدمته ايه قبل ما يدخل الدير؟ لا وعظ ولا الحان ولا اي حاجه. ايه خدمته؟ ان هو يجيب الاولاد اللي قاعدين على القهوه يجيبهم يحاول يوصلهم الكنيسه. لا فكر في وضعه، لفكر الناس هتقول عليه ايه. وطبعا القهوه في مصر يمكن اغلبيته بيبقى طبعا لا يليق ان اولاد ربنا يقعدوا في مكان زي ده. بدا لدرجه بدا يفكر يعمل خدمه ان هو الاولاد اللي هم ضايعين قاعدين على القهاوي بدا يخدمهم، وبدل ما يجيبوا قاعدين في القهاوي بدا يخدمهم في الكنيسه. لفكر في وضعه، لفكر في الناس هتقول عليه ايه، زي اصحاب المفلوج دوا فكروا في خلاص النفس دوت. يا ريت كلنا كده افكر. انت ليك دور وانت ليك دور. ما تقولش ان انا خدمه، انا مجرد باجي الكنيسه مجرد ان انا بصلي قداس. لا،
انت ربنا هيحاسبك لو قدرت لواحد محتاج كلمة حلوة. دي خدمة، ودي اكبر خدمة، دي اكبر خدمة، انك انت ممكن بكلمة حلوة واحدة بس. المسيح ما قالش للسامرية ما قالش انت ست خاطئة، ولما ست كانت الزانية ما قالش انت زانية، قال هو حد زانك؟ اكون ما يعرفش اي حاجة، وحد قال عليك حاجة وحشة؟ قالت لا، قال له انا كمان مش هديني بس توبي. كلمة حلوة خلت الواحد يتوب. لكن انا ممكن اقول كلمة، ساعات بيقولوا كده الكلمة اصعب من ايه؟ من رصاصة. الكلمة اصعب من رصاصة، ممكن تقول كلمة صعبة تخلي واحد يجرحه. خلي بالكم من كلامكم لما اي يتكلم مع واحد، بالذات لما يكون واحد حساس، بالذات لما يكون واحد محتاج يسمع حاجة حلوة، يسمع كلمة. اهم حاجة وانا بخدم اكون عيني على خلاص اولادي، سواء في الكنيسة او سواء برا الكنيسة. ربنا يدينا نعمة ويدينا ازاي نخدم خدمة حقيقية، مش في الكلام، فليكن بالفعل. والمجد لله دائما ابدين امين.